السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في كده حشرة بقالها معانا كده بقالها بتاع حوالي اسبوعين مبهدلة الأزولة، تمام؟ فهو الحمد لله جربنا معاها اللمبادة ما جابتش نتيجة، يعني جربنا معاها اللمبادة ما جابتش نتيجة خالص، لدرجة ان الحوض ده الاسبوع اللي فات انا رشيته اخر مرة بالرش الجديد، تمام؟ الاسبوع اللي فات كان تلات ارباعه اسود، يعني كانت الاربع ضرب بني خالص، وكان خلاص دخل على السواد، ولسه في باقي شويه سواد همت من اللي هو اللي مات من الازوله اللي ماتت، يعني باين ان اهو الجزء ده فيه هنا اهو اللي هو من الجزء اللي مات. طبعا انا لميت النهارده منه الحمد لله شويه ازوله النهارده، تمام؟ الازوله بدات اتخضرت اهي، طلعت جديد، تمام؟ طلعت اهي جديد وبدا القديم خلاص بيتلاشى، تمام؟ في المنطقة دي، تمام؟ حتى برضو في عندي في الأحواض اللي برضو التانية برضو كان نفس المشكلة، تمام؟ يعني هنا باين أكتر الكمية اللي هناك ديت، باين إن البني ضرب فيها كتير أوي، أهو الحوض ده ضرب فيه بني كتير أوي، الحوض ده كان متدمر خالص، تمام؟ بس هو بدأ أهو يطلع أخضر جديد وبدأ يمشي، تمام؟ وده هنا اهو برضو، هنا اهو بدأ يجدد اهو، وهنا برضو دي الكمية برضو اللي هي القديمة اهي اللي هي اللي ضربة بني اهي، وهنا برضو الحوض هنا برضو فيه الكمية اللي هي البني اهي، والأخضر الجديد كله هناك اهو، واخد الجزء ده كده الأخضر الجديد. معاكم وهنكمل معاكم الفيديو. بالنسبه زي ما احنا شايفين الازوله، الاحواض عندنا كده كلها يعتبر تلفت، تمام؟ بسبب الحشره. طبعا احنا هنحكي لكم قصه الحشره والمشاكل بتاعتها واسبابها والنمو بتاعها، نظام النمو بتاعها. زي ما احنا شايفين كده الاحواض اللي احنا بنعالجها، وان شاء الله هتبقى بدات تجيب نتيجه كويسه، تمام؟ وعايزين نعرفكم ايه المشكله اللي بتحصل اللي بتعمل معانا المشكله بتاعه الازوله دي اللي بتدمر الازوله دي. طبعا احنا بقى لنا فتره كبيره قاعدين بنبحث وبنشوف المشكله دي سببها ايه، وكنا فاكرين مشاكل تسميد ومشاكل مشاكل تسميد او مشاكل جو او برد بس او لسعه برد بس كده، ما كناش متخيلين ان في حشره هي السبب في المشكله دي، لان طبعا حشره غير مرئيه نهائيا ومش مش ما بتشافش بالعين المجرده، هي بس ممكن وانت بترش بتلاقي حاجه كده زي الناموس، بس بتبقى بطيئه شويه غير الناموس، الناموس بيبقى سريع شويه في الطيران، بتبقى بطيئه شويه او زي الناموس او زي الهاموش الصغير قوي، وانت بترش بتبدا تظهر معاك وبتلاقي حاجات زي الهاموش كده بتطير من على الازوله. طبعا زي ما احنا شايفين احنا قعدنا فتره كبيره نعالج في المواضيع الازوله دي بالرش وكده، بس طبعا موضوع اللمباده ما عادش بيجيب معانا نتيجه، اللمباده في الاوقات الاخيره ما عادش بيجيب معانا نتيجه، فاحنا عايزين نكون قلنا نبحث ونشوف المشكله بتاعه النبات دي. اول حاجه بتوصلنا للمشكله دي بتبقى ليها كذا سبب. السبب الاولاني البروده. عفوا، السبب الاولاني البروده. البروده لما الجو بيكون الجو ساقع بينزل الندى الفجريه او الصبحيه بينزل على النبات، تمام؟ فلما بينزل على النبات الورق من فوق بيبقى مبلل، بيبقى بيئه صالحه لنمو الحشرات، تمام؟ الحشره اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي هنوريها لكم، الحشره ديت بتيجي بتبقى عايزه مكان رطب عشان تبيض عليه عشان تعمل اللي هو العمليه الايه
اللي هو الاستكثار اللي هي البيئه بتاعتها والحياه بتاعتها اللي هي التكاثر بتاعها، فعايزه بيئه رطبه. هي في العادي في النباتات العاديه او النباتات اللي هي بتبقى المائيه او اي نباتات تانيه او اي نباتات بتبقى زي المحاصيل، هي بتعتمد، هي بتعيش على الورقه من تحت، يعني انها عايزه رطوبه فبتعيش على الورقه من تحت، وديت بتبدا بتدمر المحاصيل وبتبهدل المحاصيل، فطبعا بيقاوموها بانواع من الرش. تمام؟ احنا عندنا بالنسبه لنا هنا في الازوله، احنا من تحت من الورقه في ميه، فهي مش هتنفع تعيش عليها من تحت. فعندنا في الشتاء بيبقى طبعا بيبقى الجو بارد، هي بتتخبى تحت الورقه من تحت عشان حاجتين، عشان الرطوبه، وثانيا عشان الشمس ما تنشفش البويضات بتاعتها ولا تنشف ولا تموت اللي هو الايه اللي هو الديدان بتاعتها او الحشرات بتاعتها الصغيره اللي الانتاج تموت. فهي بتيجي على النباتات العاديه وتتكاثر من تحت. لكن عندنا هنا في الازوله في الصيف طبعا ما بتقدرش تتكاثر لان الجو بيبقى حر، فبينشف البويضات وبينشف اللي هو اليرقات اللي بتطلع بتنشف، فما بتنموش معانا. لكن عندنا زي ما احنا شايفين كده اهو في الشتاء الجو ما بيسقع بالليل ويجي الصبحيه ينزل الندى، بتيجي الحشره الصبحيه تبدا تبيض على وش النبات. خلال 24 ساعه بعد ما بتبيض 12 ساعه ل 24 ساعه بيكون اليرقات فقست وبتبدا تنمو. تمام؟ يعني بيكون ال 12 ساعه اليرقات بتكون فقست، و 24 ساعه بتكون بدا يعني بتكون بقت حشره بقى كامله، يعني خلال 24 ساعه تبقى حشره كامله. تمام؟ زي ما احنا شايفين انت ممكن الحب بتاعك يبقى كويس جدا واخضر وما فيهوش اي مشاكل، خلال يوم او اتنين تلاقي بدات النباتات تتلطع بني من النص، بعد كده تبدا البني يبدا يوسع 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 لغايه ما يدمر لك المحصول. طبعا في الشتاء بيبقى النمو بطيء زي ما احنا بنبقى شايفين في الفيديوهات، عندنا في الشتاء بيبقى النمو بطيء، فالنبات ما بيلحقش انتاج خضري زي ما احنا شايفين. دي بداية المشاكل بتاعة الحشرة، بتبدأ تبيض وتبدأ انت زي ما ملاحظين هنا عندنا في الورق في ورق النبات بدأت في بلطعات بني زي ما احنا شايفين كده في بني. تمام؟ والبني ده يبدأ يتوسع في النبتة يتوسع في النبتة لغاية ما يدمر النبتة كلها. طبعا لو انت ممكن خلال 4 أيام 5 أيام أسبوع بتلاقي النبتة عندك اتبهدلت زي ما احنا شايفين كده، الحوض ده كده اهو يشوف البني بدأ يزيد 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 يزيد، والخضار بدأ يقل جدا لأن مش ملاحق على نسبة التلف اللي بتلفها الحشرات، النمو فيه بطيء جدا مش ملاحق على نسبة الحشرات اللي هو بيبدأ ينمو عليها. تمام؟ فطبعا بيبدا يتدمر ويزيد البني جدا 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 زي ما احنا شايفين لغايه الحوض ما يبدا يتدمر خالص زي ما احنا شايفين بقى بني خالص وما عادش فيه اي ايه؟ اي انتاج واتحرق خالص ويقول لك الحوض اتحرق. تمام؟ فلازم نخلي بالنا دايما يا جماعه. تمام؟ دايما لازم نخلي بالنا اول ما تحس بلطعه البني على الورقه في النص تبدا تعرف كده انت داخل على مشكله، بدات البني يزيد في الوسط وخد معاك ربع الحبايه انت كده داخل على مشكله اكبر، خد معاك نص الورقه انت كده بقيت 75% الحوض عندك داخل على تلف. عايز لازم تبدا تشوف المشكله وتبدا تحلها بسرعه وتبدا تشوف هنقدر نعالج ازاي حسب الحشرة وحسب المشكلة اللي عندنا هنبدأ نعالج ازاي. زي ما احنا شايفين كده معانا كده اهو الحشرة دي هنا معانا، دي صورة الحشرة اللي باينة الواضحة دي. طب زي ما احنا شايفين الحشرة معانا. تمام؟ الحشرة دي شوف على واقفة على الأزولة وكل اللي حوالينا اللي واقف حواليها دي يرقات وبويضات، كل اللي حواليها دي كل ده اللي احنا شايفينه ده اهو كل ده بويضات، يعني كل ده بويضات. طبعا البويضات ده كلها بتفقس وتبدا تطلع حشرات كامله خلال 24 ساعه، يعني هي بتحط اليرقه اللي بتحط البويضات وتبدا البويضات تفقس ويطلع اليرقات وتبدا اليرقات تاكل في الاخضر ما بتاكلش
في البني وتبدأ تاكل في الأخضر، فالأخضر ده بيتحول لبني. لأن مشكلة الحشرة دي عشان تاكل ما هي ما عندهاش معدة تهضم، فهي الحشرة بتنزل زي مواد من بقها، تبدا المواد دي تعمل تحلل للحاجه اللي هتاكلها، بعد كده تبدا تمتصها، لان هي مش هتاكل زي الديدان وتمتص. حتى اليرقه بتاعتها نفس الموضوع برضو، يعني مشكلتها ان اليرقه بتاعتها نفس الموضوع برضو، ان هي برضو بايه بتنزل عامله كده زي يعتبر زي الدبانه، تمام، عامله زي الدبانه انها بتنزل عصاره، تمام، بتنزل عصاره، وتي العصاره ديت تبدا تحلل الحاجه اللي هتاكلها، وبعدين تمتص هي المواد الغذائيه اللي فيها. زي ما احنا شايفين الحشره بتبيض، يعني هي الحشره قدامنا اهي بتبيض، تمام. البيضه ديت خلال 12 ساعه بتبدا شايفينها قصادنا دي دلوقتي اليرقه البيضه اللي هي البويضه اللي هي الحشره بتبدا بتبيضها، وزي ما احنا شايفين كده اهو البويضات كتير، والغامق ده اللي هو قرب يفقس، تمام، الغامق قرب يفقس، الفاتح ده لسه متباض. طبعا الحشره دي بتبيض من 100 ل 200 بيضه في المره، يعني ما اعرفش بقى هي عمرها قد ايه صراحه، لسه ما وصلناش للعمر بتاعها قد ايه. شايفينها وصلنا دي دلوقتي اليرقه البويضه اللي هي البويضه اللي هي الحشره بتبدا بتبيضها، وزي ما احنا شايفين كده اهو البويضات كتير، والغامق ده اللي هو قرب يفقس، تمام، الغامق قرب يفقس، الفاتح ده لسه متباض. طبعا الحشره دي بتبيض من 100 ل 200 بيضه في المره، يعني ما اعرفش بقى هي عمرها قد ايه صراحه، لسه ما وصلناش للعمر بتاعها قد ايه، لكن بتبيض في المره من 100 ل 200 بيضه، تمام، وبتبدا اليرقه تطلع زي ما احنا شفنا كده اهو، بتبدا تطلع من البيضه خلال 12 ساعه، تبدا تطلع من البيضه، وتبدا اليرقه تبدا تطلع تمشي على الورقه، وتبدا تتغذى، بتبدا تحط العصاره اللي بتاعتها من فمها بتحطها على الورقه عشان تبدا الورقه تتحلل، تمام، وتقدر تمتص الغذاء منها. بعد كده خلال 12 ساعه اليرقه دي بتكون اتحولت لحشره كامله تاني، وتقدر تبيض تاني، يعني تقدر تتكاثر وتبيض تاني. فانت شوف بقى السرعه، شوف هي بدات دلوقتي كده تنسلخ من اليرقه بتاعتها، زي ما احنا شايفين بدات الحشره تنسلخ من اليرقه بتاعتها، وهتبدا بعد كده وجناحاتها هتبدا تطلع، وتبدا بعد كده اهوت تخش في البلوغ عشان تبدا تتكاثر تاني. فطبعا يعني دلوقتي كده عملت اللي هو اليرقه، بعد كده عملت الحشره، بعد كده عملت البويضه، وبعد كده عملت اليرقه، بعد كده بدات تعمل انسلاخ من الشرنقه، تمام، وطلعت الحشره زي ما احنا شايفين بدات تطلع، بقت حشره كامله. الكلام ده كله من ساعه ما الحشره تبيض لغايه ما تبقى حشره كامله كده بتاخد 24 ساعه، سريعه جدا في النمو. فما انت ما تتخيلش بقى ان الحشره الواحده لما تبيض 200 بيضه يبقى انت عندك 200 حشره، تمام، لو حتى بيفقس نصهم يبقى عندك 100 حشره يوميا من الحشره كلها، يعني ممكن الحشره كل يوم تطلع لك 100 حشره، تمام. ما اعرفش بقى الحشره دي هل عمرها ممكن يبقى ايام، تمام، الحشره دي هيبقى عمرها ايام ولا هيبقى ايه نظامها، الله اعلم. وان شاء الله احنا كده اهوت وصلنا للمشكله بتاعت الحشره دي وعرفناها، والحمد لله كده زي ما شايفين توصلنا للمشكله. احنا الحل بتاعنا دلوقتي الحشره دي عنا نحاول معاها ببعض مشاكل اللي هي الادويه، لان كنا من الاول شغالين باللمباضه ما جابتش معانا، الاول كان بيجيب نتيجه وبعدين ما عادتش بتجيب نتيجه مع الحشره الجديده ديت، ما عادتش بتجيب نتيجه. في طريقتين تانيين، في نوع والله في واحد جابهولي اسمه اف جي ام كي، تمام، 14 10 13 11، ده ممتاز جدا 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 وبيجيب معانا في الحشره دي، ومتوفر عندنا ان شاء الله لو انت ما لقيتوش بره، بس طبعا لو كنت انت قريب مننا. مش قريب مننا في طريقه ثانيه، بس يعني ما بيجيبش جديه قوي قوي زي ده، يعني بس بيجيب نتيجه كويسه،
بتجيب فص توم راس توم وبتجيب شطه بس تكون حاره جدا، هي الحمراء الحاره جدا، بالراس التوم بتضربها في الخلاط وبتنقعها في ميه، تضربها جامد وتنقعها في ميه 12 ساعه ولا 24 ساعه للصبح يعني، وتاني وتحط برده معلقتين شطه كبار على لتر ميه، تمام، معلقتين شطه كبار كبار على لتر ميه وبيتهم برده للصبح، تاني يوم بتصفيهم من الميه وتحطهم على 5 لتر ميه الاثنين، على 5 لتر ميه وترش، وان شاء الله تجيب معانا نتيجه، وربنا يسهل وربنا يعني يزيدنا علما ونقدر نتواصل لاي مشكله تانيه بتحصل معانا في الازوله عشان خاطر نقدر نوصلها للجميع. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم ويا ريت تشاركونا في القناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم فادي البلتاجي.